أرجو أن تذكروني أسماء الكتب التي تحمل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الكتب التي تحمل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة والحمد لله، وأقرب شيء للمبتدي الأربعون النووية تكملتها للخمسين لابن رجب مع شرحها في جامع العلوم والحكم، هذا أقرب الكتب كتب الحديث، لأنها أحاديث مختارة في العبادات والأخلاق والمعاملات فيها خير كثير، وبإمكان المسلم أن يحفظها وتكون رصيدا عنده. وكذلك رياض الصالحين هذا أيضا من الكتب الجامعة للأحاديث التي يحتاج إليها المسلم في عبادته في معاملاته وسلوكه مع الناس وأخلاقه. كذلك الترغيب والترهيب للحافظ المنذري أيضا هو كتاب جيد يذكر فيه الأحاديث التي فيها الترغيب الأعمال الصالحة، ويذكر الأحاديث التي فيها الترهيب من المعاصي والمخالفات. وهذا من ناحية الكتب الجامعة للأخلاق والآداب. أما كتب الأحاديث المختصة بالأحكام فمن أقربها كتاب البلوغ، بلوغ البرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر، كذلك العمدة لعبد الغني من سرور الجماعيلي، أيضا هذا كتاب على أبواب الأحكام وهو مختار من الصحيحين، كذلك المنتقى للمجد بن تيمية في أحاديث الأحكام. وإذا كان عند الإنسان قدرة وإمكانية هناك الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة ومسند الإمام أحمد وبقية الكتب المسندة والمستدركة، والمجال في هذا واسع جدا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.